مرحبا بكم أحبائي الصغار في هذا النشيد الجديد بعنوان التوازن الغذائي من أناشيد كتابي في اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي. فلننشد معا: التوازن الغذائي. توازن الغذائي خير من الدواء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء. فاكهة وخضرة وشربة من ماء، وصالح اللحوم من بحر ومن سماء. والتمر فيه الحفظ من جوع ومن عناء، والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلاء. إن الغذاء نعمة من خالق معطاء. والآن هيا فلنعيدها مرة ثانية: توازن الغذاء خير من الدواء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء. فاكهة وخضرة وشربة من ماء، وصالح اللحوم من بحر ومن سماء. والتمر فيه الحفظ من جوع ومن عناء، والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلاء. إن الغذاء نعمة من خالق معطاء. معجمي المساعد. عناء، العناء هو التعب، عناء تعب. المعطاء، المعطاء كثير العطاء، كثير العطاء. أقرأ وأفهم. أصل بين البيت والشريط المناسب. البيت يعني شنو؟ البيت الشعري. دابا مثلا بحال دابا كتسمى بيت شعري، هذا بيت شعري كله، هذا بيت شعري، يعني هذا بيت شعري، بيت شعري، هذا بيت شعري، هذو كلهم أبيات شعرية. القصيدة تتكون من أبيات شعرية. إذن وبالتالي غادي نرقموهم: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبعة أبيات شعرية. البيت الثالث يتحدث عن اللحوم، عن التمر، عن الفواكه والخضر. إذا نشوفوا البيت الثالث. إذا فهو البيت الثالث، هو البيت الثالث: فاكهة وخضرة وشربة من ماء. إذا الفاكهة والخضر، إذا الفواكه والخضر، إذن أصل به بهذه الطريقة يمكن لك تجاوب الأسئلة. البيت الرابع يتحدث عن اللحوم أم التمر؟ البيت الرابع، أين البيت الرابع؟ هو هذا: وصالح اللحوم من بحر ومن سماء. إذن صالح اللحوم من بحر ومن سماء، اللحوم. إذن البيت الرابع يتحدث عن اللحوم. البيت الخامس يتحدث عن ماذا؟ عن التمر. لنرى التمر. خامسا هو: والتمر فيه الحفظ من جوع ومن عناء. إذن التمر فيه الحفظ، إذن يتحدث عن التمر، بالتالي صحيح البيت الخامس يتحدث عن التمر. إلى هنا يكون قد انتهى هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.